إلا قولي صحيح، يعني إيه كارد صندوق النقد ده؟ طب البورصة دي اللي بيقولوا عليه ولا غلى الأسعار اللي إحنا فيه؟ تعرف سببه إيه؟ بقولك إيه؟ تعالي نسمع برنامج يلا اقتصاد مع الدكتورة ندى الشاذلي على راديو كيميت، هنلاقي إجابة على كل الأسئلة دي. يلا اقتصاد مع الدكتورة ندى الشاذلي على راديو كيميت، محطة على المحطة. إزايكم؟ أنا ندى الشاذلي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من يلا اقتصاد. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها على الأنظمة الاقتصادية. ده أول موضوع بعد ما وعدتكم الحلقة اللي فاتت إن إحنا كل مرة هنتكلم في مصطلح من مصطلحات الاقتصادية عشان نقرب الفكرة من حياتنا كل يوم بنعيش إزاي التفاصيل دي. هتكلم النهاردة على فكرة الأنظمة الاقتصادية وفكرة الثلاث كلمات اللي بنسمعها كتير قوي، اللي هي نظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي والنظام المختلط. ايه حكاية كل نظام من الأنظمة دي؟ في الأول بس خلينا نتفق ان مفيش نظام وحش على طول ونظام حلو على طول، كل حاجة لها مميزات وليها عيوب، احنا بس بندور على الحاجة الملائمة اكتر. طيب نشوف كل نظام من الأنظمة دي ظهر ازاي وايه تاريخه وايه عيوبه وايه مميزاته. اول حاجة نظام الاقتصادي الرأسمالي او اقتصاد السوق. اولا النظام ده ظهر بعد الثورة الصناعية في اوروبا، اللي كان من اهم نتائجها تضخم الثروات عند بعض الافراد وامتلاكهم لكتير من الصناعات الحيوية والمؤثرة على اقتصاد البلاد. فكرة النظام الرأسمالي ببساطة بتقوم على حرية الملكية بشكل عام، حرية الاقتصاد، حرية امتلاك عناصر الانتاج. في الحالة دي بيقتصر دور الدولة فقط على وضع السياسات الاقتصادية العامة، وطبعا زي ما قلت لكم ده نظام ليه مميزات وليه عيوب. طيب ايه هي مميزات النظام الرأسمالي؟ اول حاجة الغاء القيود على حركة البضايع، حرية التعاقد، تنوع المنتجات، تنوع مستوى الجودة في المنتجات، حرية الملكية الفردية والخاصة، تنوع السياسات التنافسية. من اهم مميزات النظام الرأسمالي تطور الأنظمة الإدارية فيه، معايير الجودة على السلع، ومش بس السلع، الخدمات كمان. تعال بقى نقول ايه هي عيوب النظام دوت، اكيد مش كل حاجة حلوة. يعني من أهم عيوب النظام ده تفاوت توزيع الدخل على الأفراد، ظهور بعض السياسات الاحتكارية أو الشركات الاحتكارية لبعض المنتجات. الأهم بقى من كل دوت التكلفة الخيالية للدعاية والإعلان على المنتجات، واللي بتسبب زيادة الأسعار بشكل كبير قوي، لدرجة إن حضرتك ممكن تشتري منتج حقيقة قيمة المنتج من سعره لا تتجاوز 30% أو 40%. ده كده كان باختصار فكرة النظام الرأسمالي أو اقتصاد السوق زي ما بنسميه. طيب تعالى بقى نتكلم على النظام الاشتراكي. النظام الاشتراكي كمان عنده شوية عيوب وشوية مميزات. النظام الاشتراكي ظهر بعد الثورة البولشيفية في روسيا، وفكرته ببساطة بتقوم على الملكية العامة للدولة، بمعنى إن الدولة بتمتلك كل شيء، حضرتك بس بتستخدم ما تمتلكه الدولة وبتشتغل مقابل أجر. لكن فكرة انك تمتلك او انك تستثمر او اي حاجة من الحاجات اللي بيتوفرها لك النظام الرأسمالي دي مش متاحة في النظام الاشتراكي، بس في المقابل الدولة مضطرة تلبي كل احتياجات الافراد بغض النظر على انها تحقق ارباح كبيرة. بتدير الدولة الاقتصاد بشكل شبه كامل، يعني في النهاية برضو بتسيب مساحة ولكنها بتبقى تحت سيطرة الدولة. برضو من مميزات النظام الاشتراكي انك مش بتلاقي فروق كبيرة قوي في الدخول ما بين الافراد، بالإضافة إن الدولة فعلاً بتأمن احتياجات المجتمع، وطبعاً مفيش تفاوتات في الأسعار، لأن كمان مفيش تفاوتات في الجودة بين المنتجات. لكن الحقيقة إن من أخطر عيوب النظام الاشتراكي هي الأنظمة الإدارية البيروقراطية والتعقيدات الاقتصادية، وزي ما قلت عدم تنوع المنتجات وعدم تنوع الجودة بين المنتجات. ده كان برضو باختصار النظام الاشتراكي. طيب نيجي بقى لثالث نظام، وهو النظام المختلط. والحقيقة ان النظام ده اللي بتتبعه معظم دول اوروبا، والى حد كبير بترجع له امريكا خطوة خطوة دلوقتي. النظام ده بيعتمد على وجود دور للقطاعين، القطاع العام والقطاع الخاص بشكل موازي، يعني بيحقق الملكية الخاصة وكل مميزات النظام الرأسمالي اللي اتكلمنا فيها الى جانب الملكية العامة. وفي الحالة دي طبعا الملكية العامة اللي هي ملكية الدولة، الدولة هنا بتركز على القطاعات الحيوية الأكثر تأثيراً في حياة المواطنين، زي مثلاً قطاع الكهرباء، قطاع الطرق والمواصلات، الصناعات الثقيلة، البنية التحتية، الحاجات دي كلها. وبتسيب للأفراد والمؤسسات الخاصة القطاعات الأخرى تستثمر فيها في ظل فكرة الاقتصاد الحر أو السوق الحر. ببساطة هي دي الأنظمة الاقتصادية الثلاثة الأهم والأشهر في العالم.
الموضوع مش معقد ولا حاجة، وزي ما وعدتكم في كل حلقة من حلقات يلا اقتصاد هنتكلم في مصطلح من المصطلحات اللي بتهمكم واللي بتسمعوها كل يوم، بس هنتكلم فيها بشكل متخصص وبشكل قريب، بدل ما نقعد نسمع لأي حد مش متخصص يقول لنا حاجة مش حقيقية يكون لها تأثير سلبي على تفكيرنا أو على قراراتنا. خلصت حلقتنا، بس هنتقابل بكرة في حلقة جديدة من يلا اقتصاد. كنت معاكم ندى الشاذلي على راديو كامت، محطة على المحطة. دمتم بأمان. كنتم مع يلا اقتصاد مع الدكتورة ندى الشاذلي على راديو كامت، محطة على المحطة. راديو كامت، راديو كامت، راديو كامت، محطة على المحطة.